لا أطلقت على تقريبا 70 من الأقليات من بين الأرمن والعرب والأكراد اللي هن بسؤال يقول أنه هذا أصلا هن أساسا سرياني، وأصل في كتير من الأرمن تحولوا عفوا من السريان تحولوا للكنيسة الأرمنية لأنه أساسا أصل الأرمن هن من القوقاز. فالأساس هو السرياني بهذيك المنطقة. شو بتضيف عليه؟ لا مش كل الشعوب صراحة هلا أصل السرياني، نحن ما منريد إن هذا، بس الملاحظة الآلة عن الشعب الأرمني هو قال الشعب الأرمني، بس مش كل الشعب كتير الأرمني منهم قال إيه. يعني نحن منعرف إنه في كتير عائلات أرمنية أو بالأحرى عائلات سريانية بالعصور الحديثة من 200-300 سنة كانت بدها تصير كاثوليك، وهذا الشيء للأسف الشديد الإرساليات، وأنا هون بأيد ريت سمعت كلمة لسيادة المطران جورج صليبة بأيدوا فيها أنه الإرساليات المسيحية كانت تشاطر وتجي ضمن المسيحيين وتنشر الرسالة تبعيتها وليس ضمن بقية الشعوب، وهذا الشيء مؤسف. طبعا تحياتنا كمان لسيدنا جورج صليبة بارخمون. سيدنا بعتذر لأنه أنا شخصيا كاثوليكي، ما يمكن ما حدا بيعرف، بس يعني كان الدور السلبي للإرساليات أنه من ضمنها إضافة أنه مثلا أوكي هن إجوا بقصد إنقاذ الشعب مساعدة الشعب بعد المذابح، ولكن كان لهم أثر صحيح سلبي. عملوا مدارس وعملوا كذا يعني، ولكن عم نشوف نحن اليوم عم ندفع الثمن تبعه، يعني زيفوا الحقيقة التاريخية عند شعبنا. لا مش زوروا مثلا سوري يعني يعني شو في داعي مثلا انا شخصيا الدكتوراه تبعيتي كانت عن العلاقه تقريبا بال 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 بالعقائد تبع الكنيسه السريانيه. اسباب استغلال الكنيسه السريانيه الارمنيه صراحه انا اكتشفت انه ما في اي خلاف جوهري بين العقيده السريانيه الأرثوذكسية وبين العقيدة الكاثوليكية. يعني شو كان في داعي ينعمل كنيسة مثلا كاثوليكية، شو كان في داعي ينعمل كنيسة سريانية بروتستانتية، يعني هذا اللي عم بقوله. وهون شيء بأيد الكلام الأخ اللي قال أنه في كتير عيال سريانية كانوا بدون يعملوا كاثوليك، ما كان في كنيسة كاثوليكية حدهم، فكانوا يعملوا أرمن كاثوليك. ولحديت اليوم هالجماعات اللي انضمت للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية لحديت اليوم بأساميهم تقريبا أغلبيتهم ما في يان، وفي عندهم قرايب هن بعدهم من نفس العائلة أرثوذكس، وبعدهم لحديت اليوم ما بيحكوا أرمني، وفي عديد من الأحيان أسماء سريانية. يعني بعطي مثال مثلا في مثلا عدة عيال استشهدت بأيام المذابح صيف حرب الإبادة كانت أرمنية كنسيا، ولكن أسمية حداد حداديان، هدول الأسماء الاسم بيدل على هويتها السريانية، أصولها سريانية. فأنا بأيد الكلام، ولكن ما بقول كل الأرمن أصلهم سرياني، هذا شيء لا يجوز. لا يعني، وطبعا الشعب الأرمني هو شعب هندو أوروبي، هو شعب هندو أوروبي، ولكن نحن شعب سرياني أرامي. ما بحب استعمل كلمة سامي، ولكن نحن من سكان الشرق القديم، نحن شعب شرقي. طبعا بتجمعنا مع بقية الشعوب الشرقية خاصة الشعب العربي، بتجمعنا روابط قربة، ولكن نحن الشعب أرامي، هن الشعب عربي. نتابع كمان ملفونو هنري بالنسبة للتسمية السريانية، وبالنسبة لأنه إلصاقها بالطابع الديني، أو تحديدا أنه هي فقط معناها المدلول الديني للشعب. مثلا
قريت أنا قبل شوي النص تبع سيادة المطران إسحاق ساكا. بيقول بالنص تبعه: وإن إيليا مطران نصيبين النسطوري فسر لفظة سورياني بلفظة نصراني. هذا شيء غير صحيح، غير صحيح أبدا. لأنه لسببين. أول شيء لأنه خلال أكثر من 1000 سنة إيليا السرياني الشرقي بالقرن 11 من أيام المسيح لأيام إيليا، هالألف سنة هذه التسمية السريانية ولا مرة وردت بمعنى مسيحي. أنا صار لي أكثر من 25 سنة عم ببحث عشي مرة لقي نص سرياني بمعنى مسيحي، لحديث اليوم ما لقيت. وإذا في حدا من يلي بيقرأ النصوص السريانية لقى نص سرياني بمعنى مسيحي، يا ريت بيشارك معنا وبيقلنا أنه هالنص سرياني معنى تمسيحي. يعني تاريخيا ليس هناك أي برهان أنه تسمية سرياني هي معنى مسيحي. طب إذا أجد بس من الرجال إذا تسمحي لي أخت مايا. إذا تسمحي لي تفضل. المطران إيليا مطران نصيبين كتابه مشهور جدا، في عنا نسخة واحدة بس. أوكي. وهو كنت عم حضر مقالي، مقالات التاريخية بتاخد وقت كتير، عديت كم مرة وردت التسمية السريانية بكتابه؟ 69 مرة إذا مش أكتر. ولا مرة وردت التسمية السريانية بمعنى المسيحي. أوكي، هاي واحدة. اثنين، هو عم بيقول سيادة المطران يخطئ، وعم بيقول فسر إيليا مطران نصيبين لم يفسر، كتب كتابه باللغة السريانية. وفيما بعد كتابه، فيما بعد هو كتب بالقرن 11، فيما بعد للأسف عندنا نسخة واحدة لكتابه. أوكي، عندنا نسخة واحدة، ولكن فيما بعد ترجم كتابه من اللغة السريانية إلى اللغة العربية. وفي عنا عدة زيادات من خلال الكتابات باللغة العربية، خطوط باللغة العربية. بعض المؤرخين يعتقد انه هالترجمة تمت على عدة مراحل. فنحن مش اكيدين يعني، وهذا شيء غير صحيح. كمان مرة برجع بقول انه المطران يعني فينا نرجع لعدة كتب لإله، ما هالشيء مش موجود. يعني ممكن كمان يكون خطأ من المترجمين. صحيح. يعني أنا ما بشك بكلام سيادة المطران، هو بيقول وقتها بيحكي على على برديسان السرياني بالنص السرياني، باللغة العربية صار برديسان النصراني. أوكي، ولكن هيدي هو عملها مثل قاعدة، وهذا الشيء غير صحيح. كمان معنا تليفون ملفون هنري. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أنا مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. مين معنا؟ معي شوف أرك مهندس أندي كوستا من فنلندا. أهلا وسهلا، تفضل. من فنلندا؟ أيوة. تفضل. إيه أسأل الدكتور، أنا مني سرياني لكن أنا بنتمي للكنيسة اليونانية. نعم. السريانية. وبدي أسأل، هل السريانية عقيدة أم عفوا بس لغة؟ يعني هل السريانية عقيدة أم لغة؟ نعم. هي بدأت عقيدة ولا بدأت لغة؟ لأن الناس بتعتبر أن السريانية أو الأرامية هي عقيدة، زي الأقباط ما بيعتبر أن اللغة القبطية مثلا هي عقيدة، بس هي في الأساس هي لغة. هي نشأت كلغة قبل ما تبقى عقيدة، أو قبل ما ينتموا شعوبها للعقيدة هم هي كانت لغة. فهل السريانية طبعا الشعوب السريانية بيعتقد أن هم عقيدة، لكن هم في الأساس هي لغة. فهل هي تاريخيا هي لغة أم عقيدة؟ السريانية هي الأرامية الأصلية. شكرا وبشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك، شكرا لمشاركتك. يا شكرا لك. اول شيء ما في تعبير الشعوب السريانيه، في عنا شعب سرياني واحد بالشرق، ما في غيره. هاي اول شغله. بعدين السريانيه، في فرق بين الكنيسه السريانيه، طبعا هون بس نحكي عن الكنيسه السريانيه، فيها نحكي عن العقيده. ولكن قبل ما نحكي عن الكنيسه